يقوم محافظو المحافظات المختلفة اليوم ومع أول أيام عيد الأضحى المبارك بجولات تفقدية اعتيادية للوقوف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام العيد. كاميرا إكسترا نيوز تجوب المحافظات المصرية المختلفة احتفالا مع المواطنين بهذه المناسبة الكريمة، وكذلك الزملاء الذين سيرصدون كذلك الاستعدادات التي أتمتها كل المحافظات. من قنا سينضم إلينا على الهواء مباشرة الزميل أحمد الأفيوني مراسلنا من هناك، وكذلك من الأقصر محمد محروس من الإسكندرية، جاكلين ماهر ومن الإسماعيلية إبراهيم عزت. أرحب بالجميع، كل عام وزملائي الأعزاء بكل خير. البداية ستكون من عروس البحر الأبيض المتوسط من مدينة الإسكندرية. جاكلين ماهر من هناك ترصد لنا الأجواء، كيف بدت الإسكندرية في حلتها صبيحة أول أيام عيد الأضحى؟ تفضلي جاكلين. صباح الخير عليك أحمد، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، كل عام وحضراتكم بألف خير وبصحة وسلامة. ويعني أول أيام عيد الأضحى المبارك استعدت عروس البحر الأبيض المتوسط باستعدادات قصوى تظهر جليا في الصورة أحمد من خلال خلو يعني كورنيش الإسكندرية أو كوبري ستانلي من المواطنين تماما، وهذه من الإجراءات المتبعة في محافظة الإسكندرية تأمينا للمواطنين وحفاظا على سلامتهم ومنعا من انتشار فيروس كورونا. بدت هذه الأجواء وهذه الاستعدادات التي تظهر في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق كافة الشواطئ الممتدة على سواحل البحر الأبيض المتوسط في محافظة الإسكندرية، عددها 61 شاطئا تم إغلاقه تماما، وأيضا المتنزهات والحدائق تم إغلاقها تماما أحمد، بالإضافة إلى طبعا نعلم جيدا أن قرار مجلس الوزراء باستمرار عمل المقاهي والكافيتريات والكافيهات حتى 12 منتصف الليل، تعمل حتى منتصف الليل، وأيضا إغلاق كافة المحال التجارية بدءا من العاشرة مساء. هذه ربما أبرز الاستعدادات التي تخص انتشار فيروس كورونا. أما بخصوص عيد الأضحى المبارك واستعداد المجازر والشوادر، كان هناك عدد من الاشتراطات التي وضعتها محافظة الإسكندرية من خلال يعني عدد من القواعد التي طبقت بالفعل ونفذت قبل عيد الأضحى المبارك، منها عدم السماح بأي شادر في أي أماكن من الأماكن العامة، ومن يريد ومن يرغب في تقديم الذبيحة أو الذبح وذبح الأضحية يقدم تصريح أو يأخذ تصريح من المحافظة به رقم القومي وبه أيضا مكان المحل الجزارة أو مقر الشادر لتسهيل على الجهات المعنية والتنفيذية لمتابعة سلامة الأضحية وأيضا عدم التلوث البيئي وسلامة البيئة أحمد. أيضا تم فتح كافة المجازر الحكومية يعني المعتمدة بالمجان للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومستمرة حتى 3 أيام التشريق، وهذه مفتوحة للمواطنين بالمجان تسهيلا عليهم وأيضا يعني لمساعدتهم على الرقابة على الأضحية ولسلامة البيئة كما ذكرت، من خلال توفير أطباء بيطريين ومعنيين للإشراف على هذه الذبائح وعملية الذبح. يعني أيضا كان هناك أيضا يعني شركات تقوم بجمع المخلفات من الذبائح أو بعد الذبائح لمنعا من التلوث البيئي، منعا تماما في محافظة الإسكندرية المنع من الذبح في الشوارع والأماكن العامة حفاظا على البيئة وحفاظا على سلامة المواطنين وعدم التزاحم بكل تأكيد. أيضا جهات معنية وشركة الصرف الصحي التي تقوم بتطهير وتعقيم المطابق والشنايش، يعني مختلف التجهيزات التي تخص عيد الأضحى المبارك التي طبقت بالفعل حفاظا وسلاما على صحة المواطنين وأيضا لصحة الذبيحة. بالإضافة إلى يعني دعني أذكر لك الجهات المعنية والقوات التأمينية التي تجوب من خلال القوات التأمينية الثابتة والمتحركة في مداخل ومخارج المحافظة، قوات تأمينية في مدخل محافظة الإسكندرية التي تتواجد بكامل قوتها وبكامل استعدادها منذ الصباح الباكر، أيضا رفع حالة الطوارئ بالتنسيق مع الحماية المدنية. كل
ذلك يعني ظهر جليا في أول أيام عيد الأضحى المبارك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمنع التزاحم وتأمين المواطنين وتأمين الشوارع وللحفاظ يعني على عدم خرق أي من هذه القوانين التي ربما تعكر صف عيد الأضحى المبارك. قامت محافظة الإسكندرية بوضع أو بتنفيذ وتشكيل لجان مشكلة من خلال غرفة عمليات متابعة الشكاوى ومتابعة ورصد أي مخالفات تقوم برصدها من خلال مديرية الأمن أو مديرية الطب البيطري ومديرية التموين وغيرها من الجهات التنفيذية والتأمينية لمتابعة كافة الأجواء داخل محافظة الإسكندرية. أخيرا وإجمالي أحمد، يعني عروس البحر الأبيض المتوسط فقط يعني تتزين ببحرها وتقصها ويعني والطقس المتميز لمحافظة الإسكندرية على مدار العام، ولكن يخلو من مواطنيها في أول أيام عيد الأضحى المبارك. جاكلين، فقط ما نود التأكيد عليه ما ذكرتيه في بدء هذا العرض المميز للغاية هو أن الشواطئ بالفعل بأكملها مغلقة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، شاطئ النخيل أو غيره من شواطئ مدينة الإسكندرية، لأن الإشارة في هذا الإطار تبدو مهمة للمواطنين السكندريين وطمأنة لعموم المواطنين المصريين. جاكلين، بكل تأكيد أحمد جميع الشواطئ، نعم. 61 شاطئا، نعم. في شواطئ محافظة الإسكندرية مغلق تماما أمام المواطنين، فقط الشواطئ الخاصة بالمنشآت السياحية وهي التي تتبع الإجراءات الوقائية والاشتراطات التي قدمتها وزارة السياحة هي فقط، نعم. التي تفتح أبوابها للمواطنين، أما جميع الشواطئ مغلقة، صحيح. تماما. ممتاز جدا جاكلين ماهر على الهواء مباشرة، مراسلتنا من مدينة الإسكندرية نقلت لنا الصورة بشكل تفصيلي تماما.